بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الواحد ما بيزهقش بيصلي على النبي. طيب يعني اعمل ايه؟ انا بتاع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. احنا عايشين في وقت يا جماعه، وقت صعب قوي، يعني وقت صعب جدا. سبحان الملك، القنوات الفضائيه اللي بيدعانها الغرب الكافر هي اللي بتصدق، واحنا مش عارفين حاجه عن بلادنا، لان احنا ما عندناش قنوات اعلام صادقه او حرفيه في بلادنا، وفلوسنا اللي هي بتاعت البترول وبتاعت الكنوز وبتاعت كل حاجه في ارضنا اللي بتطلع من ارضنا خيرات بلدنا، بعد كده يقول لك روح استثمر فلوسك في بنوك اوروبا وفي بنوك امريكا. سبحان الملك، دي فلوسي استثمرها هناك ليه؟ دي فلوسي يا جدعان. سبحان الملك، ويوم ما تبقى في قضيه معينه من القضايا اللي هي العامه اللي هي يعني مشهوره جدا، يقوم بعد كده اللي هو مقدم البرنامج يتصل، ومعانا الان الفنانه الفلانيه. بقى الفنانه الفلانيه دي اللي ظهرت في الافلام بالبلاوي الزرقاء، هي ديت اللي هتقول لي عن القضيه بتاعتي وهتقول لي عن حل المشكله بتاعتي. بقى فلانه دي اللي كانت ياما مسكت كاسات الخمر، وياما عملت الفواحش في على العلن بلا حياء، هي دي اللي هتقول لي؟ سبحان الملك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن اختلال المقاييس، المقاييس كلها تختل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فسبحان الملك، من يتأمل عالمنا اليوم يجد أننا نعيش في هذا العصر الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون. الأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة ويؤتمنون على ذلك، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك، ويتكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال فلان وفلان من الفنانين والفنانات الذين ملأوا الدنيا وعقول الناس بالفحشاء والدعارة والعياذ بالله. وبعد كده يقول لك: دي فلانه دي بقت سفيره الامم المتحده للنوايا الحسنه. نوايا حسن ايه؟ بأمره ايه؟ بأمره ايه؟ وارجع اقول: الكل يناقش امور الامه، بس مستخسر يرفع التليفون على علماء الامه، لان هو مش عايز الحق، لانه مش من اهل الحق. نحن في زمن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنوات خداعات، أو كما قال رسول الله: وينطق فيه الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.